عندي سلام كريم، سلام رسالته يقول: قسما بالله العظيم، بحدود 300 رسالة دزيت للوزير وألف رسالة لرئيس الوزراء، جات تذاب بفلوسك بس على الورق، صار لي 11 سنة أقدم على العاطلين واسمي ما يقبل يطلع، قاعد إيجار وعد 4 نفرات، لا شغل لا عمل، يقول أطلع بالإعلام وتروح كرامتي، يلا دزون علي سيادة الوزير، نمشي عليه كل إمام معصوم وكل نبي مرسل وكل ديانة سماوية وكل معتقد، سهل أمري وسوي لي راتب. هسا اعتبرني حالة، استغفر الله، عمي بالحسين تعبت لدرجة كبيرة جدا، انطوني السلام. سلام، شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. سلام، انت أهلك وين؟ أنا من بابل أستاذ نجم. من بابل، إيش قد عمرك سلام؟ أنا 34 عام. بعدك صغيرون، خريج؟ نعم. طالب؟ نعم خريج. زين، أنت قدمت على الرعاية ومدل للوزير 300 رسالة دزنا على بيتهم؟ نعم. بالبريد على الواتساب؟ والله أنا أستاذ نجم، طبعا تحياتي لك وتحياتي لكل المتابعين قناة التغيير الفضائية. حياك الله. طبعا أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. بالخدمة أستاذ نجم. أنا حقيقة عانيت، طبعا حتى أصبحت ناشط سياسي من كثر على ما أركض على رقمة العيش من وراهم هم السياسيين. أي يعني من 2009 أقدم، 2010 2011 حتى رحت أسأل الدوائر يابا أكو شيء باسمي، أكو شيء يابا أني ترى ما عندي، أني ترى قاعد إيجار، عمي أني متزوج وولدي 3 أطفال، برقبتي 5 نفرات يا معودين. أي. تروح للدائرة الفلانية، تروح الدز دزيت للوزير السابق، الوزير السابق درج علي قال لي هذا رقم اتصل بي، اتصلت بي قلت لهم يابا شنو الفيلم يا معودين، ما حد اهتم لي هاي القضية. أي. ما لغت السالفة ومشيت على الوضعية هاي وماكو اسمي لحد ما أنا ناشرتك. طبعا هذا قسما بالله، طبعا أحلف لك، وهسه إذا تريد أدز لك على المازنجر دزيت 3000 رسالة أحمد الأسدي وزير العمل. بس اريده يريد اريده يشوف شنو الفيلم، حتى بالتعليقات ما يريد يا معوض شنو يابا احنا منين احنا. ها طبعا اكو مفرده انا اللي دزيت لك اياها، قلت له يابا اعتبرني حاله نادره حاله شاذه انا، لان هسه بهذا الوقت يعني حقيقه انه الحالات النادره انه تلقى واحد معطل على العمل، يعني عندنا 20 مليون احنا بالعراق تقريبا. اي كل هاي الناس ما عندها. انت هسه شو عندك زغيله ايش تشتغل؟ أني كاسب والله. كاسب ماشي يعني. والله يا أحمد الأسدي يعني أنت تسمع يعني أستاذ نجم، الإنسان اليوم يخاف على كرامته قدام أهله وناسه وأصدقائه، يعني من غير المعقول أنه يا أخوي أنت هذا حقك اللي أنت تحكي به، أنت اللي تقول به الآن كمواطن عراقي حقك. زين، ويعني أتمنى الأخ وزير العمل أحمد الأسدي تسمعون هاي الناس، لأنه يعني هو ترى حكى منظيمة لأنه ما لاقي يشتغل، هسه وليد ومتزوج و34 سنة، هسه بس إذا تلقيتها بنيته وما شغل وقالت لبابا اعطيني ربع، هو ما بجيبه ربع، مو تعرف هذا شي يسوي، هذا يحقد عليك من يوم ولدت إلى يوم تموت، ما يخلون واحد بهلكم ما ينبشونه، ما يخلون واحد بخوالكم ما يسبونه، لأنه هاي الناس الجوع كافر، هذا ما سمع وذاك ما سمع وذاك ما أدري بي، عود واحد قرايب النائب، عود الحبيبة النائبة تجيبه، عود يعرف له مدري منين، ذول تمشونهم، بس هذا اللي ما يعرف المقرود وين يروح هذا يجي يمي، وأنا أتنخب الطيبين، لأن هاي القضايا والله تشلع القلب، والله عيب على دولة أنه أهلها تصرخ، عيب على دولة تريليونات الدولارات طبت وطلعت وراحت وكلوها أو شعبها كاتل الجوع، عيب علينا الهسة الديوانية ما بيها شوارع، عيب عليكم ماكو تبليط، عيب عليكم أبسط خدمات لأفقر بلد بالعالم أنتم ما عندكم، وحولتوا هذا البلد من مناجم إلى ذهب إلى حولتوه إلى خربة،
هم يطلعون بالتلفزيون كل واحد لسانه هالطولاته مني يسولف حماياتي ومواكب وسيارات واحترامات وجه المعالي وطب السعادة وطب فلان وطب فلان وشوارعكم والبلد خايس وعدكم قدرة في عليكم إش قد عدكم صلافة تطلعون وتواجهون الناس. وهذه المرحلة وستكون التي بعدها وسننتقم يا ببطلوها لهاي السوالف خلوا لكم الشم موظف بالدولة يتابع التقارير اللي تعرض من قنوات الإعلامية وأن تهتمون بها. بطلوا كافي هذا الاسترخاء بطلوا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ التماهي على حساب الناس بطلوه. ذاك عنده 4 أطفال بهم سرطان يصرخ، هذا 34 سنة ما عنده ربع دينار يطلبته، وانتوا تقضون كأس العالم ترحون الكأس العالم مثل ما راح الزعيم الغرفة $5,000 الليلة والطب الملعب ما ادري بشقد وشعبكم كاتل الجوع ويجدي.